السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لكل الأصدقاء. طبعا الليلة يا أخوان رايحين على موضوع قطة برية. طبعا هاي القطة الداخلة جوا منزل إلها من المغرب، وطبعا أصحاب المنزل بحاولوا يخرجوا القطة بكل الوسائل، بالمكنسة بالكشطات بحاولوا يطلعوها، لكن القطة بتهرب ومنها أحيانا بتهاجم. طبعا قصص كثيرة يا أخوان بتصير، قطط بتفوت جوا منزل وبترتبك وبتضل متخبية جوا المنزل، بتخاف تطلع خوفا من إنه حدا يؤذيها، بتكون معتقدة إنه في حد يؤذيها، فبتتخبى تحت التخت، تحت الكنباي، ورا الغسالة، ورا الثلاجة. فمن الطبيعي إنها تخاف. وطبعا يا أخوان القط الضال يعني شرس جدا فوق ما بتتوقعوا، يعني لا تستهينوا فيه. في حال خاف ممكن يأذي، يهاجم، يخرمش، يعوط. فإحنا بدنا نروح نطلع القط ونطلعه خارج المنزل. حكيت بس نوصل بنشوف كيف وضع المنزل وكيف شو الطريقة اللي نطلع فيها القط. طبعا احنا وسط رام الله عند فندق ايش اسمه؟ انكر. هاي فندق الانكر. نمشي روح نفكر كان شوي. فكر فينا حبيبي في القليل. الو مرحبا. ايوه والله. يلا. نجيب جبنة كشاف معنا لوكس من زمان. جبنة لا جبنة. لا بسيطة، فيش زعاج. افتحوا لنا طريق. وين القطة؟ وين الكشاف؟ شوف هلا هون ادو الكشاف. حددي وين. هون حددتها؟ كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة. في غرف مفتوحة تقدر تسكروها عشان لما تهرب ما تفوتش على غرفة. شو كبيرة ولا صغيرة يا ابو حميد؟ شو؟ لا انت شو؟ قوية؟ حبيبي شو هذا؟ وحش. اه هذه وحش يعني. ما هي وحشة، ما هي هجمت علينا. هجمت؟ وحش. اه هذه وحش يعني. ما هي وحشة، ما هي هجمت علينا. هجمات؟ اه لما تكربوا عليها بتهجم. اوكي اشوف هاي اللحظة. طيب هاي منيحة. اوكي شيل من الورد لشوفها نضال. انا بمسك في هاي. ايش فيها؟ كانت هون متخبيه. مش مشكله بدك تسكر لي الباب. انا اذا كنت لاعب بسيط مش راح يحصل شو ولا حرام ولا شيء. انا بشدها بهاي بعدين بنشيلها بهاي. بدي اثبتها بس مش يلا ما تخافش. يلا انا بشدها. شو بدك تشد؟ بس يا اخي انا صعبت مني. أمسكها أنا بدي أمسكها فيها. إيه؟ لا أمسكها بعدين أمسكها بالمرة. أول شيء فايدة ثبتها. الحبيبة هي بلشت تفتح تمها. إيه؟ بتهمر هاي. خافش خافش بتشم بالعصايك يعني.
شلتها من ايدها انا. جاهز؟ خليها خفش 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 خفوش 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 ملص. وين اجا؟ هلا 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 ايوه وين رجعت رجعت والله خزيان تطلع من هذا تطلع لي كيف الرايه يظل عندك وجيب لك كمان عصايب خلي خلي خفوش 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 هيا هيا خلي يمشي العصاي العصاي بسرعة بسرعة العصاي العصاي فحلول بسرعة بسرعة حط على ركبتها حط على ركبتها بسرعة شد 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 ركبتها شد ديها شد 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 ايه كمان 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 ايوه ذهب كمان ايوه ذهب خلص ثبتها كمان يا حبيبي ايه بدي اشوف زكاتها السلك او عيب لدوائر زكاتها والله عينيها صفر هالبسة حلوة هاي والله ومسكتك جننتينا لا لا تخافش تخافش امسك استنى استنى بس هي زيح الاسلاك دير بالك السلك خافش خافش فك بيدك فك خافش خلص ايوه خلص تعالي ايتها القطه ابعد من بعض شايف عينيها صفر ايه شكلها زي عينيها زي عينيها البوم والله زي البوم عينيها دير بالك مش ماسك يا شو وحد الله يا زلمه بدي شد كمان خنقها لا حرام لا لا بدي اطلعها برا حرام هي عضة السلك لا طلع عينيها كيف صفر شو هذه النوع بس انا عارف بس عينيها زي سبحان الله نفس عينين البوم وجهها زي وجه البوم شبه البوم لا شفت عينيها مش صفر لا لا وحدي الله مش صفر ولا شو كانوا عينيها تهيأ لك صفر عيني لا لا تلفيش يلا تعال بس انا بطلعك برا بس بسم الله الرحمن الرحيم. في إمكانية؟ لا لا ما ظنش إبراهيم شادد الهواء. شادد شادد. الطاولة الطاولة. أنا شلحت كوتي عشان ما طارت وراها. خلاص تعال.
أفرح. ما تقول إلا نمر يا مروح. لا والله. لا 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 يا عمي. والله بستعجل نروح. إيه عيب يا زلمة نروح. والله بستعجل. بس في. العصاي جبتوا العصاي. خلاص خلاص هيو خلاص. خلاص هيو هيو. من اللي بالنص. طبعا يا اخوان زي ما شفتوا القط البري شرس جدا ومش سهل مسكه، واذا بدك تحاول تمسكه بايدك بمزعك بعضك بسويك 100 قطعه اخطر من الكلب. زي ما شفتوا كيف البس جننا وغلبنا، ينط شمال يمين زي كيف بيقولوها عنا، عنا بحكوها زي السعدان. المهم هاي طلعناه وكل شيء تمام. طبعا يعني الناس بس في الدار زي هيك بخاف لانه مش قط اليف.